Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. المريضات كانوا عم يحكوا بالكافيتيريا. والله الظاهر انه الاخبار عندك يا رجب. لا والله يا مروة، ما بسمع شيء الا لما اقعد بالكافيتيريا. الممرضات كانوا عم يحكوا وانا استغربت. حتى انا مستغربة، قد ما علينا شغل ما عم نعرف شو عم بيصير هون. معك حق، نحن كمان قاعدين هون وما عم نعرف شو عم يصير حوالينا. معك حق رجب، يلا خلينا نشوفك. بخاطرك. مع السلامة، الله معك. وفيت بوعدي يا معلم، وفيت بوعدي. شو هالحكي؟ بدنا أجوب سيلفيان. معقول ما قدرتوا تخلوا عندكم شخص ميت؟ ها؟
هاي فضيحة كبيرة، فضيحة. بدي أفهم بس كيف ممكن جثة تضيع؟ كيف تطلع جثة من هون بدون ما تعرفوا؟ على كل حال أنا محملكم المسؤولية. إذا كان حدا إله يد بالقصة أنا رح فوتكم على السجن. أنتم ما بتحترموا الأموات أبداً. خلص أكيد نحن منخبر الأمن فوراً. يلا شرف. ليفون بتروح هلأ مشان تخبرهم، وهن بيخبروا الكل، الإعلام وإدارة الأمن وكل الناس. هالشي عداوة رسمية، هي حرب. عم يضحكوا علينا، والله فشروا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بدي اشتري قبر. أول شي بدك تروح تقدم طلب وتاخده على البلدية مع هوية الميت، لأنه بدك تاخد إذن دفن ورجع لعندي. نحن منجهز كل شي، فهمت علي؟ فهمت عليك، بس بدي أدفنه على صلاة العصر. طيب الزلمة إمتى ما؟ مبارح. أنت جهز الأوراق وترك الباقي علينا. شو بدنا بكل هاللبكة هي؟ الزلمة مات. بعرف هالشي، بس الظاهر انت ما بتعرف شو عم يعملوا الناس هالأيام مشان ياخدوا التعويضات تبع أهلهم. يسلم. من وين بدي اجيب الهوية هلا؟ من وين؟ دخيلك يا ربي ساعدني. يا استاذ، اول شيء البقية بحياتك، انت اكثر شخص بيقدر يشرح لنا، ممكن تقلنا شو اللي صار؟ يا ريت تحكي لنا كل شيء بالتفصيل. امبارح المساء توفى جوب سيليفيان، اليوم جينا مشان ناخذ الجثة، بس للاسف اختفت. طيب حضرتكم بشو شاكين؟ انتو برأيكم انه الجثة انسرقت من ناس ما بدهن اياه يكون مرتاح ولاحقينه حتى بعد وفاته؟ ما بدي اعلق على هذا الموضوع. أجوب كان محبوب من كل الناس وشخص محترم كتير بطائفتنا. طائفتنا رح تعطي مكافأة لأي شخص بيعطينا أي معلومات مهمة. يعني المسؤولين والعاملين بالمشفى شو عم بيقولوا؟ للأسف هن ما عم يقولون شيء إلا الاعتذار. إجا مدير الأمن. يلا جهز. شو بدنا نسأله؟ جهزت الأسئلة. يلا تعال بلش تصوير فوراً. ممكن سؤال؟ ممكن تشرحوا لنا سيدي شو هي الإجراءات؟ بلشتوا بتحركات دولية؟ لو سمحتوا. خلاص طولوا بالكم، الشباب رح يعطوكم كل المعلومات. يعني ما رح تعطينا أي معلومة؟ مين بتتوقعوا يكون عامل هالشيء؟ يا شباب اسمحونا شوي. مين المتهم؟ بعد إذنكم لو سمحتوا. طيب ممكن تتكرر هيك حوادث؟ سيدي حضرتكم شاكين بأي حدا لهلا؟ لو سمحتوا. بعدوا شوي على مهلكم. ممكن تعطونا اسم المشتبه فيه؟ جاوبني. اشرح لنا كيف صار هالشيء؟ كيف ممكن تصير هيك حادثة؟ كل الوزراء وحتى سفراء الدول الثانية عم يسألوا. إذا اليوم ما بتنحل القضية راح تنعفى من مهامك فورا. الصبح اجت لعندي مروة، كانت شاكة بشي وقالت لي لازم دير بالي، قصدي
يمكن تكون بتعرف. شكرا فيك تروح هلا. شكرا. مروة، انت بتعرفي القصة. مين كان آخر شخص عند أجوب قبل ما يموت؟ سركيس بيك. غيره؟ مراد. حتى هي الشغلة طلع لنا فيها مراد. اسمعي، انتي بتعرفي وينه هلا؟ مروة، أول شي وعدني إنه ما رح يصير له شي مو منيح. مروة، أدري وضعي، اسمعيني، المنصب يلي أنا فيه رح يطير، على القليلة إذا ما حليتيها بيعاقبوني. أخذوا الصبح. ليش؟ ليش يعمل هيك؟ وشو بده بواحد ميت كمان؟ يمكن لأنه هو اللي لازم يدفنه. غبي، هذا الزلمة غبي، بس والله الغباء له حدود كمان. في حرامي، في حرامي يا عالم، حرامي، امسكوه بسرعة رح يهرب. حرامي طلع من هاي الدخلة. طلع لفوق. ماشي. خير يا بنتي؟ عجبك هالمراد؟ بكون هلأ داير ورا شي قصة سخيفة. ما قلت لك؟ مرحبا، مراد هون؟ لا، ما اجى اليوم. صاير مشكلة؟ لا لا، ما في شي. طيب يا ترى بتعرفوا وين بيكون؟
قال لي إنه اليوم الصبح توفى رفيقه، أكيد بيكون راح عجنازة. على الأغلب اسمه أجوب. والله ظريف. خضر، أنت ضل هون لحتى إلا تبه منيح، بس يجي مراد بتجيب لي على المخفر. حاضر. وينك؟ تعال أقلك شو صاير؟ قلي شو عامل مراد؟ لسه ما تأكدت. ومن شو ما تأكدت؟ يعني معقول اليوم أنك ما حضرتي الأخبار؟ اليوم كل المحطات عم تحكي عنه. قلي شو القصة، رح تجنني. انسرقت جثة أجوب سيليفيان اليوم، والكل مستنفر، وفي كمان مكافأة للي بيعرف. مكافأة؟ مشاهدينا، هناك تطور في قصة أجوب سيليفيان. هذا أجوب الصباح سيلفيان؟ مجهول سرق جثة أجوب سيليفيان. يا الله. وقبل ساعة جرت محاولة سرقة لبيت أجوب سيليفيان من قبل شخص مجهول، وبعد إثبات أن هناك أوراقا مسروقة من بيته، حتى وزير الخارجية تدخل بالأمر، وكل قوات الأمن في حالة استنفار تام. مرحبا ست ملاك، لا تأخذيني أزعجتي. تفضل فوت. بس كنت بدي أسألك إذا ابنك بالبيت هلأ؟ من الصبح بالشغل. إيه بهالساعة وين بده يكون يعني؟ يعني أنت ما شفتي من وقت ما راح الصبح على الشغل؟ لا ما شفته. يعني جسد سيد أجوب مو عندكن هلأ؟ أنت شو عم تحكي؟ لا تأخذيني. طيب إذا عرفتي أي شيء عن الموضوع بتمنى أنك تتصلي فيني فورا، ماشي؟ أكيد. وانت خليك واقف هون، فتح عيونك منيح ماشي؟ خاطرك ست ملاك. أهلين. مراد، لك انت شو عملت؟ ما زالت تفاصيل سرقة جثة أجوب سيليفيان مجهولة، ولا يوجد مشتبه به. نحن الآن أمام المشفى الذي سرقت منه. ما عم بفهم جثة. شو بدهم جثته؟ ليش حتى يسرقوها؟ معنا لمعرفة آخر التطورات. إيه جبت لي طلبات؟ أنا عم أقول لك بس بدي أشتري مكان للقبر، يعني ما في دفن أبدا. طيب أعطيني إياهم. يعني لإلي. من هلأ؟ إيه تكرم أعطيني هويتك. تفضل. مراد يالنس. والآن لقد أتى المحافظ إلى المشفى. بسرعة جا المحافظ. شو بدنا نسأل؟ يلا جهز الكاميرا. هذا هو، بلش تصوير فورا. قرب. يلا يلا تعا بعده شوي. بسرعة. ممكن سؤال حضرة المحافظ؟ ممكن تجاوبنا لو سمحت؟ في شي حابب تقوله؟ خليكن بعاد هالطريق. بعده هي رجعوا لورا. حضرة المحافظ شو فيك تخبرنا؟ البقية بحياتك. شكراً. حالتنا هلأ صعبة كتير، نحن مستعدين نعمل أي شيء. وبقول لكل واحد هلأ عم يسمعني، إذا كنتوا بتعرفوا أي شيء عن أجوب سيليفيان تعوا لعندي، والمكافأة أنا يلي رح أعطيكن ياها بإيدي. ألو نعم؟ عمو اسمعني منيح. تفضل. شو؟ كفن؟ أي كفن مراد؟ أنت جنيت؟ ما بدي سونا تسمعك. شوف عمي، على صلاة العصر عند الجامع المهدم، تعال هنيك وجيب الكفن معك. هالشي ضروري كتير عمي إبراهيم، كتير ضروري. بعدين بشرح لك. طيب عمي شكرا، خلص بشوفك.
انت عم تحكي مع مراد ما هيك؟ انا رايح، الفرن بامانتك. هو اللي عملها مو هيك؟ لا وكمان بده يورطك، رح تنسجن من تحت راسه، دير بالك كل الناس مستنفرين. يلا انا رايح. وينك؟ شو اسمك؟ تعال اقلك. بدي اسألك، انت بتعرف قديش المكافأة؟ طالما كل هالناس مستنفرين يعني الزلمة غني. لو انه فقير ما تدخل المحافظ بالقصة، مثلا لو كانت جثتي ضايعة بيهتموا هيك؟ لا ما بيهتموا، يعني المكافأة كتير كبيرة. اكيد كبيرة. الله اكبر الله اكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. في حدا له شيء على هالزلمة؟ الله يسامحه. في حدا له شيء على هالزلمة؟ الله يسامحه. يعني مسامحينه؟ مسامح. إلى روح المرحوم الفاتحة. آمين. آمين. الله يرحمه. الله يجعل مأواه الجنة. آمين. يا الله. يا رب. أجروا يا جماعة، شوي شوي. شوي شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي المشاهدين، ما زلنا إلى الآن ننتظر في حديقة المشفى، وبحسب بدي. المصادر قد يعفى الضابط عاصم من منصبه. ليس لدينا أي معلومات أكيدة، لكننا سنسأله شخصيا. بصراحة اجيكم اجت سريعة. الحقني بالكاميرا، خدي له صورة على الباب. بلش تصوير فورا. بسرعة اسأليني. يلا جهز الكاميرا. سيد عاصم، في مجال توضح لنا شو اللي صار؟ سمعنا انهم بدهم يعفوك من الخدمة. إذا بتريدوا بس في مجال تمرقوني. المحاكمة إلها علاقة بالإهمال؟ بس جواب واحد سيد عاصم. سيد عاصم شو ناوي ترد؟ بس هذا اسمه تهرب، إذا بتريد بس وضح لنا. حضرتك عم تتهرب من المسؤولية؟ ما أخذنا منه جواب. ما في مجال، إذا بتريدوا. مشي الحال. تفضل. تعبتك معي. شو لوين رايح؟ يا الله أخي. ما بقدر أعمل أي شيء. بعرف إنك مستعد تعمل أي شيء. غسلنا وصلينا عليه، ليش لحتى تتراجع هلأ؟ لأنه المعلم أجوب مستحيل يقبل إنه أي حدا يتأذى من وراء هالقصة. هي المرة الحساب عند الله يا عمي. بس ما زبطت، عجزت، وصلت لآخر الطريق وما فيني كمل. السجن دايماً عم بيلحقني مثل خيالي وأكتر. أنا لو لأمي ما كنت بزعل. اسمعني عمي. أنا عم بسمعك. بدي أطلب منك شغلة. طلب مراد. أخ قضيتوا علي يا بنتي، دمرتوني. إيوة مين معي؟ شو اجى على المخفر؟ هلا جاي.
عم بيقولوا إجا واحد على المخفر وعنده معلومات عن القصة. إن شاء الله يكون في خبر منيح. راح نشوف. هلأ بيبين معنا. سيد عاصم لحظة بس سؤال. بعده عني ما راح أحكي شيء. حضرة الضابط. وينه؟ جوا بغرفتك سيدي. منيح. أنت؟ سيد عاصم بده يسلم حاله. فهمني هو ليش عمل هيك؟ اللي السبب؟ هو كان عم يوفي بوعده لأجوب. وعده؟ أنو وعد؟ مراد وعد أجوب أنه يدفنوا على الطريقة الإسلامية مثل ما طلب. وين مراد هلأ؟ عند قلعة الأناضول جنب جنينة قاعد ونطرك بالسيارة. أنا ما قدرت نفذ وصيتك يا معلم أجوب، يعني حقك بعده برقبتي لموت. ما قدرت. أنا آسف معلم، آسف. مراد لازم تجهز حالك منيح. سيدي لحالك؟ ايه لحالي. مراد يالني اللي اللي عندك. بإفادتي رح أقول كل شيء. انت احكي لي وبس، يمكن ما تحتاج للإفادة. سيدي الصندوق. فهمت، قصدك الصندوق يلي سرقته من دكان المعلم أجوب. لا أنا ما سرقت أي شيء. إذا حطينا جثة أجوب على جنب ما بتكون سرقت. ما علينا هلأ، كمل حكياك. شو كان في بقلب الصندوق؟ كان في بقلبه قرآن يا سيدي. أجوب طلب مني قبل ما يموت أني أدفنه بمقبرة خاصة بالمسلمين، والمشكلة أني وعدته. بعدين حضرتك سرقت جثة الزلمة مو هيك؟ سرقتها ابني. كنت فكر لك شوي بس، أنت راح تندك بالسجن والله أعلم لإمتى. ما بهمني سيدي، أنا بس ما كنت متوقع أني أأذيك أنت ومروى من ورا هالقصة كلياتها. ما توقعت. شو الحل؟ حتى المعلم أجوب لهلأ ما أنه مسامحني. يعني ليش كل هالغموض هذا؟ مو معقول، منين إجوا كل هالصحفية؟ هلأ ما حدا عطى تصريح، بعدولي لشوف. ماما صورت الشرطة عم تحكي شيء ولا الدكاترة عم يحكوا؟ يا الله على حالي. ما في أخبار أبدا، هيئته ما رح يمشي الحال أبدا. ها إجا الضابط عاصم. إجوا تعالوا يلا بسرعة يلا. صور صور من هون. سيد عاصم. سيدي خبرني شيء. سيد عاصم سؤال بس عن الجثة. لو سمحت بس سؤال. أي معلومة؟ شوف الفاعل خبروا أهل الميت. لو سمحتوا إذا بتهدوا شوي منوضح لكم، وقتنا وجهدنا كله على هالقضية. يعني شو معنات هالحكي؟ قلنا في شي جديد؟ عرفتوا مين ورا القصة؟ عرفنا، عرفنا مين ورا القصة. وين بلاقي السيد سركيس؟ ليكو اللي صار صعب. مزبوط يا ليفون، الله يعيننا. مرحبا. أنا بعرف مين يلي عمل هذا الشيء. احكي عم بسمعك. أول احكي لي عن المكافأة. سيد عاصم شو الغاية من وراء هي القصة؟ اسمعوا منيح، احتمال كبير انه يلي صار يكون عبارة عن سوء فهم. كيف يعني سوء فهم؟ مع الأسف صار خربطة بالجسس. مستحيل. شو طبيعة الخربطة؟ شي غريب والله. يعني إذا بتريد ممكن تحكينا شو صار؟ يعني خلاصة حكي انه يلي سرق الجسة مراد يالنيز. هو اشتغل عند السيد أجوب من سنين ومعروف كتير منيح انه حرامي، أما توصل معه انه يسرق جسة أنا ما توقعت هالشي.
بس أجوب كان يثق بمراد كتير. تافه تافه. يا سيد، بس في إلي عندكم طلب صغير. قولي. لا تقل له اسمي، يعني ما بدي مشاكل، أنا بس حبيت أخدمكم. مبروك يا سركيس. مبروك. مبروك. شو حابب؟ رح ترفع دعوى؟ شو قدام المشفى اعتذار؟ شو حدا بتخذو؟ أنا آسف سيد سركيس، أكيد إنه الإدارة رح تقدم اعتذار عن الخطأ الكبير يلي صار. عم تقول خطأ؟ مع الأسف صار عندهم خربطة بالجسس، والحمد لله كل شيء تصلح هلا. يلي سمعته إنه في شخص اسمه مراد يالنز هو يلي هالحكي غلط. كل الناس مستعدة تكذب مشان تاخد المكافأة. سيدي مرة تانية البقية بحياتكم، فيكن هلأ تكملوا مراسم الجنازة على راحتكم. مراد حبيبي،
ما قدرت أمي، والله ما قدرت. ابني أنت عم تزيد على حالك. طلب مني شي واحد بس، ما قدرت أني نفذ له طلبه. أمي ومانو رضيان علي هلأ. ليش لحتى ما يرضى؟ كان بده يندفن كمسلم. أخ منك، كلامك مانو مزبوط بنوب. دين الإسلام دين يسر، ومانو مهم أبداً بأي أرض رح يندفن الإنسان المسلم. في ناس كتير لما اندفنوا بهالدنيا اندفنوا بغير مكانهم، حتى في ناس اندفنوا بمكانهم بس ما كانوا بيستحقوا هالشي. يعني هلأ المعلم أجوب رح يكون مثل عبد الله؟ رح يتحاسب مثله كمان؟ ابني الله ما بيحاسب الناس على الأصل والفصل. هو اللي طلب، أنا مديون لإله وما فيني أرفض هالشي. شو اللي طلبه؟ شو هو؟ المعلم أجوب كان مختلف عنكم بإيمانه وهذا خياره. حتى لما مات أنت مو ناوي تتركه بحاله؟ ليش عم تكذب علي؟ اسمعني يا عمي، يعني شو اللي مصلحة أكذب بعد ما مات؟ بس إذا بتتذكر شوي آخر سنتين بعمر المعلم أجوب رح تعرف إني صادق. طيب رح أصدق كلامك، ليش لحتى ما يخبرني إلي؟ لأنه كان يحبك، كان خايف تزعل منه ويخسرك كمان، والأكتر من هيك خاف إنك ما تحترم خياره. هاد له أول قرآن قرأه، يمكن هو اللي كان لازم يقلك، بس هو كان خايف كتير إنه يخسرك وكان أخذ قراره وخلاص. وصاني أعطيك إياه بعد ما يتوفى.
مراد بتمنى انه يبقى أمانة عن سركيس. أنا وماركوس صرنا رفقات عمو مراد. برافو رأفت، ماركوس رفيق آدمي. الله أعطانا شغلة، أعطانا حب الفضول، يمكن حتى نعرف الناس التانيين. كل ما الإنسان تعرف على غيره منيح رح يعرفه أكتر وأكتر، وإذا عرفه منيح بيعرف كيف يتعامل معه. والله بيقول إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولما الواحد بيعرف التاني رح يتأكد إنه منيح، لأنه الفهم هو أساس المعرفة، والمعرفة حبيبي معناتها الثقة بالناس. يمكن الأولاد يضلون يتخانقوا مع بعضهم كل الوقت لأنهم ما بيفهموا ولأنه ما بيعرفوا. يعني قبل كل هالشي يا رأفت لازم نعرف كمان أي إنسان إذا كان بده رح يعرف إننا واحد. شو هاد؟ شو هاد؟ ليش عم تاخذ كل المصاري؟ ولك هي غليت الاسبوع كله. لك انت شو انت؟ ما دخلك فيني يا سونا؟ قلت لك حلي عني بقى حلي. بعد عني، روح من هون يلا. عمو ابراهيم ليكو اجا. احمد بيك، اهلين، شو اخبارك؟ احمد بيك، نحن خبرنا لمراد بس قال هو ما عرفك، كان مشغول وقال بشوف القصة بعدين. تركنا بحالنا، امي تركنا بحالنا. امي انت شو عم تعمل؟ جنيت؟ عمو عصمت بتتذكرني شي؟ اسمي مراد، مراد يالنز. ايه بتذكرك. خير يا ابني، شو جابك لعنا؟ شو هالحكي هاد؟ مو صحيح، انت غلطان. يلا روح من هون، يلا انقلع، يلا خلصني. لو ضليت تندم كل العمر، ما رح تقدر تعوضنا عن الأذى اللي عشنا فيه. عائشة نور استني. الظاهر انه بهالحالة لازم جيب لكم الشرطة. يلا بخاطركم. المختار مظلوم، ما عمل لهالضيعة شي سيء. نزير، نزير ابني. شو صار له هلا؟ يعني شو بده يصار له؟ مجنونة. انت خراس، مو كله منك. نزلني، قلت لك نزلني. مشان هيك لو سمحتوا تطلعوا لبرا وبسرعة. انت هلا صرت بحاجته للفرن؟ بعدين ليش لهلا لحتى تذكرته؟ انت ممكن تخرسي سونا؟ تقدر تفهمنا؟ طبعا. يا ناس اسمعوني، كل اللي بدي احكي لكم اياه هلا بهم كل واحد بهالضيعه. انا الحرامي. يلا نلع، شو عم تستنى لهلا؟ خلصني. والله مو معقول. مو لازم نفتح السقف؟ ايه بس لازم نحط مكيفات ومراوح كمان. مرحبا. اهلين مراد يالنز. انا ما رح سامحك ابدا يا مراد، انت سبب اللي انا فيه. لازم تعرف انه حقي برقبتك للآخرة، مستحيل اني سامحك.